تمرين تحليل مستويات الوجدان نفس حركية لمستويات نفس حركية كثر الشوكة اللي هي الملاحظة التقليد التجريب الممارسة الإتقان ضمن دورة مهارات تحسين التحصيل الدراسي. كما تلاحظون أن الزملاء في حالة ورشة عمل لتحليل هذه المستويات والقيام بعملية تحليلها بشكل كامل. هذا ضمن دورة مهارات التحصيل الدراسي ويستخدمون الآن هذا النموذج في عملية التحليل لاستخدامه في عملية التحليل. أمام الطلاب وأمام أفراد المجموعة.